المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهوش نايل جيسبان. إن شاء الله تكونوا بخير على خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد إلهام شانيل. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بخصوص علاج الشيب وبمكون رائع، يعني أقوى مكون للقضاء على شيب الشعر بدون حنة، وأيضا الشعر ديالك غادي ينمو وما يبقاش يتساقط عفوا، وغادي ينبس الفراغات ديال الشعر ديالك وغادي تحار بالصلع بالنسبة للناس اللي عندهم الصلع. فنتمنى وصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم، تنال الرضا ديالكم. أكيد غنتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها، استخدامها، استعمالها وكل هالتفاصيل هادو. فقبل ما نمشيو نتعرفوا اكيد على مكوناتها، نبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناه، سواء نساء رجال، مرحبا بكل ومرحبا بالجميع. الا كنتوا اول مره كتزوروا هذا لاشين فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، ايضا تفعلوا زر الجرس، تخليوا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات ديالكم، الاسئله ديالكم وكل ما كيتعلق بكم. وبسم الله على بركه الله نمشيو مع بعضنا البعض اكيد باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها. ايضا فاول مكون غادي نحتاجوا ليه هو يعني المكون الرائع للقضاء على الشيب، ولا المكون الاقوى للقضاء على الشيب اللي هو او اللي هي بليطو حبه البركه، او لا الحبه السوداء اللي كتجي بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نحاول نبين لكم اكثر، هانتوما هذه هي الحبه السوداء كتجي بهذا الشكل هذا، غادي تلقاوها عند اقرب عطار ولا عند اقرب عشاب. فانا صراحه كناخذ منها كميه كبيره لانه كنستخدمها في عده وصفات، منها علاج الشيب، منها وصفات لصباغه الشعر باللون البني باللون الاسود بعده الوان صراحه، وكتعالج لنا التساقط، يعني الفراغات ديال الشعر، يعني كتنبت فيهم الشعر، يعني متعدده الاستخدامات وعندها عده فوائد. فكنصح بها يعني السيدات ياخذوا منها كميه كثيره، الثمن ديالها صراحه جد مناسب. فخديت الكميه المناسبه ديالي وطحنتها في الخلاط الكهربائي، وكانت هذه هي النتيجه. هانتوما يعني بعد ما كنطحنوها كتصبح بهذا الشكل هذا، فهي كتحار بالشيب، يعني هاد البودره هذه من اقوى المكونات للقضاء على الشيب. سنحتاج لثاني مكون اللي هو البابونج المطحون، يعني كناخذوا زهره البابونج وكنطحنوها بهذا الشكل. سنحتاج الى القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات، خديت هذه النوعيه، هذه ممكن تاخذوا اي نوعيه. الناس اللي كيكتبوا لي في التعليقات واش ممكن استخدام القهوه عبار، فحتى هي مزيانه مفيده. الا ما يعني ما كانش عندكم فممكن يعني التعويض ديالها بالقهوه حبيبات، يعني على حسب المتوفر، سواء القهوه ديال العبار او القهوه سريعه الذوبان. سنحتاج الى الكاكاو المر اللي كيجي اللون ديالو بهذا الشكل، هانتوما بالنسبه للكاكاو المر حاولوا تاخذوا هذا اللي كيكون باللون الغامق، يعني ما تاخذوش اللي كيكون باللون البني، فهذاك ما كيجينيش كيعطي لون اكثر، فكيعطي لون باهت بزاف. من الاحسن تاخذوا الكاكاو المر اللي كيكون اللون ديالو داكن بزاف. بالنسبه لاخر مكون غنحتاجوا به هذه الوصفه هذه ولا غنخلطوا به، اللي هو خل التفاح، ممكن التعويض ديالو بواحد الكوب من المغلى ديال اتاي، او كوب من المغلى ديال البابونج، او كوب من مغلى الباربا، او كوب من مغلى الكركادين. يعني ناخذوا كل هذه المكونات، مثلا ناخذوا مكون واحد من هذه المكونات اللي ذكرت مسبقا، وكنحاولوا نضيفوا ليه الماء بارد ونخليه حتى كيغلى مزيان، من بعد كنصفيه وكناخذوا الماء ديالو كنستخدموه في هذه الوصفه. فانا خديت الخل ديال التفاح، حتى هو زوين كيتبت اللون وكيعززو، وممكن الاختيار كيبقى راجع لكم على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. الان غادي ندوز لخلط هذه المكونات. بالنسبه لاخر مكون اللي هو البلاستيك الغذائي او لا نايلون او السلوفان المساند الرسمي ديالنا اكيد، وبسم الله على بركه الله، غادي نحتاج كميه من الحبه السوداء المطحونه
البابونج أو زهرة البابونج أيضا المطحونة. غادي نحتاجو الملعقة من الكاكاو، وسنحتاج إلى ملعقة من القهوة، والكمية كتبقى اختيارية على حسب الرغبة وأيضا على حسب عدد أفراد الأسرة اللي غيستخدموا معكم هاد لغوسيت، وأيضا الشعر ديالكم واش هو طويل أو لا ما طويلش. إذا كان الشعر ديالكم ما طويلش فما غتحتاجوش كمية كثيرة، كان الشعر ديالكم كتيف وفيه شيب كتير فخاصكم كمية أكبر وأكثر، وعينكم ميزانكم. بعد ما كنخلطوا المكونات ولا الأعشاب كنضيفوا لهم الآن خل التفاح. وصفة كنحاولوا نخلطوها مزيان، انا عملت معكم كميه قليله فقط باش نوريكم غير الطريقه ديال التحضير ديالها، اما نتوما اكيد غتعملوا كميه اكثر واكبر لانه هذه الكميه ما غاديش تكفيكم، خصوصا الا عندكم شعر طويل وكتيف بزاف فاكيد خصكم تضبلوا المقادير اولا تعملوا اكثر من الدوبل باش هكذا تكفيكم ويتغطى لكم الشعر ديالكم بالوصفه بالكامل. عاد من بعد تعملوا البلاستيك الغذائي اولا النايلون وكتخليوها المده اللي غتناسبكم، ساعه ساعتين ليله كامله 6 سوايع على حسب درجه الشيب واش هي كثيره او قليله، ومن بعد كتغسلوا الشعر ديالكم كالمعتاد بالماء والشامبو. ومن وراها اكيد الى عندنا زيت الحبه السوداء فممكن استخدامه لانه كيزيد يعالج الشيب. بعض السيدات استخدموا زيت الحبه السوداء لمده اسبوع فقط وداوموا عليه واستخدموه خصوصا في الليل قبل النوم للشعر ديالهم وعطاهم نتائج مذهله ورائعه وسحريه كذلك، فنتمنى حتى نتوما تجربوه لانه زوين بزاف. ممكن تبحثوا عليه سوغ انترنت بخصوص الفوائد ديالو ولا المزايا ديالو، راه متعدد الاستعمالات وكيصلح لجميع انواع الشعر، اي شعر جاف والدهني ايضا. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى يا رب انها نالت الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم كذلك. ما تنسوناش بالبيك لايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونبغي نشكركم وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله تعالى.